ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك اهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا ان المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشرهان. أشكال على ألوان، مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان. وهي الدنيا ناس غير إيه؟ ميك أب، روش، فستان، سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. جواباتهم من غير عنوان، والنبي خف علينا شوية، أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشرهان. دول نيلي وشريهان، بنتين مولودين في نفس السنة ونفس الشهر، بس الاتنين حياتهم مختلفة خالص عن بعض. الفرق بين نيلي وشريهان زي الفرق ما بين برج القاهرة وبرج الأمل اللي في الطلبية في فيصل. نيلي بتنام في سرير كبير في أوضة أكبر في فيلا أكبر، شريهان بقى عايشة في حارة صغيرة في أوضة أصغر في سرير أصغر. نيلي تقدر تقول عليها من كريمة المجتمع، بنت مرتاحة بتاخد وقت طويل عشان تقوم السرير، وقت أطول عشان تفوق، لكن شريهان بقى ما عندهاش وقت، يا دوب تقوم من النوم تشرب كوباية الشاي وتفطر وتصطبح، ولازم تكون برا بيتها الساعة 7:30 عشان تلحق الميكروباص وتروح شغلها. نيلي بتاخد وقت طويل عشان تختار هتلبس ايه النهارده من البراندات اللي عندها، وشريهان برضو. نيلي بتختار لبسها على حسب مودها النهاردة عامل ازاي، وشريهان برضو بتختار لبسها على حسب ريحته النهاردة عاملة ازاي.
نيلي وشريهان عمرهم ما شافوا بعض، بس النهاردة اليوم اللي حيتقابلوا فيه وحيكون نقطة تحول في حياتهم هما الاثنين، حيبقى يوم تاريخي وهما الاثنين مش حينسوه. نسيت أقول لكم، هما أولاد عم، أحفاد مكاوي أبو الخير الشهير بميكي. توكيل بالإدارة ولا توكيل بالبيع؟ لا توكيل بالإدارة يا فندم. طيب يا فندم، لو توكيل بالإدارة يبقى لازم صاحب العين يجيب نفسه. طب ما أنا أخو صاحب العين يا أستاذ. لا يا فندم ما ينفعش، لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه. حضرتك أنا جيت لك الصبح وما قلتيش الكلام ده يا فندم. يا فندم بقول لحضرتك لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه، يبقى ما طلعش عينه أنا بقى. اتفضل امشي. يا بنت الطعمية دي هي مالها مجنزرة كده ليه؟ اوعي تكوني ناوية تسميني. مالها يا بنت الطعمية مش عجباكي؟ مش مرتاحة لها، طعمها بايت. ما هي بايتة فعلا، جبتها امبارح وانا راجعة من الشغل. قال لها هي الساعة كام دلوقتي؟ واحدة ونص. يا لهوي انا لازم امشي. بقولك ايه، لو تستقلعي معايا بس وتغطي يعني مكاني كام ساعة دول، ولو المديرة سألت عليا قولها اتحصرت فدخلت الحمام. احنا ستر وغطى على بعضينا، بس الشياكة دي رايحة فين؟ هلحق الشغل التاني. طب ومصالح الناس؟ انا مالي ومال مصالح الناس؟ مصلحتي انا ابدا. يلا يا بيه عند مدام هناء. يلا يا بيه. ليه النادي زحمة كده؟ ايه العربيات دي؟ تعال خش علي خش. ايه العربيات الكبيرة دي؟ تعال كده ايه خش رجع ظهرك بقى. تعال خش خش تعال. هو في ايه النهاردة يا عم صالي؟ ابدا يا ست نيلي، اصل التلفزيون جاي يصور مع الست شيسي. ليه يعني ان شاء الله؟ يعني ايه ليه يعني يا نيلي؟ انت عندك اي فكره كميه التشاريتيز اللي بتعملها؟ انت هاف اني ايديا اصلا عندها كام فولور على انستغرام؟ سو ايه الحب الفجاه اللي طلع منك لجيسي ده؟ مش حب ولا حاجه، ام جست سينج بيكوز يو ار اسكينج ذاتس اول. طب اخرسي بقى دلوقتي. تعالي يا ست هان تعالي. عارفه يا ست نيلي، الست جيسي دي ربنا هيكرمها ويحسن اليها زي ما بتقف مع الناس الغلابه اللي زينا. اي والله يا رب اشوفك يا ست نيلي حاجه كبيره زيها. تعالي تعالي. ازيك يا جيسي؟ عامله ايه؟ بصي شكلها عامل ازاي. يس شي لوكس جورجيس. هتضربي بالقلم على فكره. خلاص انت متعصبه قوي كده يا نيلي، تعالي نمشي. ليتس جو. نمشي؟ يس. لا طبعا مش هنمشي. واتش اند ليرن. هاي جيسي. هاي هاي. Good luck حبيبتي. I'm so happy for you. بس كنت عايزه اقول لك حاجه، تقريبا الدرس اللي انت لابساه متخنك شويه، عامل لك جناب كده زي كيم كارداشيان بس على وحش. Take care. You are so jealous. It fits me like gloves. يلا يا سو. يلا يا جماعه ستاند باي اند اكشن. اهلا بيكم سيداتي سادتي في حلقه جديده من برنامج بنات. تعالي نقعد هنا يا سو، في شويه شمس. ستوب يا استاذه. يا استاذه معلش احنا بنصور هنا حضرتك. على فكرة انا بقعد هنا كل يوم. وثانك جاد ان انا سايباكوا اصلا تصوروا في النادي بتاعنا، عشان بس هي صاحبتي انا اي لاف هير. احنا اسفين يا استاذة. ممكن تخش كده بالكرسي شوية؟ اوكي. يلا يا جماعة ستاند باي اند اكشن. ومعنا النهاردة الانسة جيسي. نحب نعرف منك يا جيسي تفاصيل حملة الالف بطانية اللي انت عملتيها. والله انا في الفتره الاخيره يعني ابتديت الاحظ كده ان يعني مفيش اعمال فرديه عن فعل. يا استاذه يا استاذه انا مش عارف اصور. على فكره انا كمان مش عارفه اتصور. ما تصورش يعني. معلش يا استاذ ممكن نعيد من الاول؟ ستاند باي اكشن. والله انا مش شايفه اللي انا عملته ده حاجه فظيعه يعني. يعني انا شايفه ان ده الطبيعي، يعني المفروض الغني يساعد الفقير، ان اي حد نبيل عايزه الكوفي بتاعي. ستوب. لو سمحتي يا استاذه احنا بنصور وبنسجل صوت. سوري هو انا صوتي طالع معاكم؟ انا قاعده ورا. يلا يا جماعه طب معلش ثانيه واحده. نبيل هات لي الكوفي بتاعي بليز بسرعه، وما تعديش من هنا، عدي من ورا من عند سو عشان هي بتصور حرام.
كملوا كملوا يلا. And action. تحب تقولي ايه لبنات جيلك؟ والله احب اقول يعني لكل البنات اللي في جيلي ان هو لازم يكون في حياتهم وقت للخير، يعني دي حاجة ضرورية. مش منكسي وحشتيني. ستوب. بعد اذنك ممكن نصور في مكان تاني عشان كده اوفر جدا. يلا يا جماعة. اوكي. ايه ده ايه ده، انتوا رايحين فين يا جماعة؟ I'm almost done. طب قولولي رايحين تصوروا فين عشان اجي معاكو. تعالي يا سو تعالي. صباح الخير. صباح النور. انا بحب الخير قوي عشان الولاد تحبني. في ايه يا صباح الهم والغم؟ ما لقيتيش شفتي غير بنتي اللي تلسني عليها. ومالها صباح يا عين امك؟ مش عاجباكي؟ جرى ايه يا وليا يا طرش البلعات يا كنسة الحاره؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا وليا؟ الله يرحم لما كنت داخله علينا الشارع الكوع مهبب والوش محبب، واللي يستبح بيكي لا يكسب ولا يتسبب. طب لمي نفسك يا عايقة بدل ما مسخر بيكي بلاط الحارة. مسخري مين يا وليا يا خارجي بيت انتي؟ طب فكري كده واعمليها. ده انا كنت افتح قرنك انتي واللي يتشددني. ما تلم الدور يا صباح. ولا وطلع لك حسي يا مرات المزين يا بتوع الفتلة. جرى ايه وليا منك ليه؟ ايه في ايه؟ كلكوا عليها ولا ايه؟ وانتي مال اهلك انتي رخرة؟ ايه اللي حشر؟ صباح ده انا واقفة في صفك. وتقفي في صفي ليه يا حبيبتي؟ كاتعة ما اقدرش اقوم بيهم. لا ده انا اقدر اقوم بيهم وب 18 زيهم. يا حارة عرة، يا حارة واطية، يا حارة لا فيها لا حرمة ولا ذكر. السلام عليكم يا طنط انصاف. فخصة عليكم جيرة معفنة. ميرسي مشكرة. جرى ايه يا خالتي؟ انت مش هتبطلي مناكفة في خلق الله وخناقات البلكونات دي كل يوم كده؟ ما هما لنسوان غجر بيخرجوني عن شعوري، لكن انا جوايا ست مؤدبه. هما اللي الماما وغجر ومش من مستوايا. خالتي ما شفتيش البلوزه بتاعتي كده المشكره اسمر في احمر؟ مالك يا بنت متلهوجه كده ليه؟ متسربعه على ايه؟ اصل الواد هاني هيعدي عليا عندنا مصلحه كده في عيد ميلاد. قطع وقطع سيرته. هو المعدول بتاعك ده مش ناوي يخلص؟ ما هو يا اما يخلص يا اما يخلصنا. يا خالتي انت مش لسه قايله لي الموال ده الصبح قبل ما انزل الشغل؟ ما هو السقع ابن السقع بقاله 4 سنين وهو مبلط في الخط وما عندوش دم. طالع نازل داخل خارج واكل شارب وما شفناش من امه اي حاجه. نسيتي يا خالتي تقولي قايم نايم. بتتريقي عليا يا بنت؟ اخس عليكي، انا مش هكلمك يا شريهان وزعلانه منك. انا اقدر ازعلك برضو يا قمر يا زنت البنات يا سبوحه يا شحروره انتي يا فاتنه صفت اللبن. ده انا من يوم ما ابويا وامي ماتوا يا خالتي وانتي الوحيده اللي محتضناني. اي لاف يو. حبيبه خالته يا ناس، كنت هعيط يا شريهان. ما تستهويكيش عليا يا بنت، انت هتستعبطي؟ بقولك ايه، سيبيني لما يجي اشكه بكلمتين يمكن يحس يا اختي ويخلي عنده شويه دم. خلاص بقى يا خالتي، ما هو غصب عنه والله ان كان عليه هو عايز يدخل النهارده قبل بكره. وانا كمان برضو بصراحه يا خالتي بقى. يا نحنوحه يا حلوه، انا قلت انا هتصرف يعني انا هتصرف. يا ريتنا يا اختي جبنا سيره حاجه عدله. اهو جه القرد ابو زديري هيخش دلوقتي يتنطط يتنطط يتنطط. طب والنبي يا خالتي افتحي له بس على ما اغير هدومي براحه عليه. ها ان شاء الله تتفتح دماغه. ما تتنيل تستنى مسروق على ايه؟ هتخرب الجرس ده، هتخرب بيتك. ما تبطل بقى خبطه في دماغك. ايه في ايه؟ بتسرقنا كده ليه؟ صباح الصباح وليالي الملاح على مداوية الجراح السنيورة صباح. اهو صباح زي وشك والسلام.
ايه يا اخويا داخل علينا كده زي عود العصب المسوس ايد ورا وايد قدام؟ انت ما بتحسش؟ قلعت برقع الحياه من ساعه ما ربطت البت معاك، ما دخلتش علينا بكيس برتقال. اجيب ايه يا خالتي وانا داخل بيت الكرم كله؟ يعني مهما قلت مش هوفي، ومهما جبت مش هيكفي. مفيش بقى لقمه على السخانه عشان هفتن. طب خاسم مهاري تدفع وماله، بس اعملوا لنا سندوتشات بقى عشان مستعجلين. مستعجل على الديوان يا خي؟ اديك هتاخد المعدوله تسرح معاك في الموالد كتك ست النيله. موالد ايه؟ هو انا ساحب معايا غازيه؟ فيها خالتي انت بتكلمي هاني الدبدوب، اكبر دي جي ومتعهد افراح وحفلات في البلد، وان شاء الله يوم فرحك هظبطك. لو على وشك مش عايزه اتجوز، بلاها جواز يا اخوي. جرايه يا خالتي، انا بتدلع عليكي، انت زي امي. امك؟ امك مين يا روح امك؟ امك بيعت البطاطا؟ بتسلم عليكي والله، قالت لي اول لما تشوف خالتك صباح تسلم. يلا يا شوشو عشان متاخرين. خلاص انا جهزت اهو يا دبدوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والقلاقه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لي كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا، ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. سنة انا برضو بقول ايه ريحه النفتالين دي؟ لا دي ريحه الاسبراي بتاعي بس، هي كارفه بس. اسبراي يقضي على الرائحه والحشرات في ان واحد؟ لا بقى ماشي. طب يلا عشان مستعجلين. هدي السرعه شويه. بقول لك ايه، ولا تحتكي بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرزها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني، ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتامرزها. ايوه بس الانسان مننا برضك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتامرز لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتامرزها لي دي؟ ما هي دي المصيبه، ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امراضاتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن، وكتاب اللي اخش بينا احنا الاثنين في اي وقت. خلاص 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 براحة. صباح الخير. الحقيقة أنا ليا سؤال، أنا أمتلك شركة كبيرة ولا طابورة؟ يعني أغيب 5 أيام أرجع ألاقي التسايب ده؟ حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم كل أول شهر بتطالبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم. دينا فين؟ الله؟ فين دينا؟ ما حد يرد! الحمد لله على السلامة يا مستر عبد الله. خير في إيه؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هاني ومتأخرين عليه، ده يبقى خير؟ حضرتك عارفة انك في شركة كبيرة ولا لأ؟ أنا لا يمكن أسمح بالتسايب ده. لو مش عارفة أنت شغالة فين؟ تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمة. ورايا. اتفضلي اقفلي الباب وراكي. كلام فاضي. مفيش التزام. وحشتيني يا توتي أوي. أنت أكتر يا عبودي. كان لازمته ايه كل الزعيق اللي انت عملته ده؟ هو انت عليك؟ حركتين بس عشان محدش ياخد باله. ايه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا هوبا. هو ده بابي؟ لا اهلا نيللي حبيبتي، وحشتيني قوي. هاي بابي. هاي روح. طيب يا دينا اتفضلي، بس اياك تروحي عشان عندنا شغل كتير. ها اخبار جنيف ايه؟ ولعه ولع. ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. انا مبسوط جدا النهارده. للدرجه دي انا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، انا خلصت الليمت بتاع كريدت بتاعي ولازم اشتري شانيل باك باك الجديده. بس كده؟ هي دي حاجه بسيطه. انا بقالي 3 اسابيع ماشيه بستيلا ماكارتني، هفضل عايشه بيها طول حياتي؟ يا حبيبتي اطلاقا، انا مستغرب فعلا انت ازاي ماشيه بستيلا ديت. ما تجيبي سقاره ولا حتى هينكل. ايوه يا سو. انا اللي انت روحتي فين؟ سو انا بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجيبنا على عزم امي بيكو ولا هتعملي ايه؟
انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي، لسه عندي بول دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك يا بنتي؟ مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزاس، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا، فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها شباب. بابي ثانيه حبيبي بتكلم. اوكي. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ ابقى اعدي عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديكي قفلت وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برازيانا؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها الست كلاسي الشيك، شي واز كوين، مش عارفه ازاي كانت مندمجه معاك. انت كل حاجه بتحبها بلدي، الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروك. دي عامله زي بتاعه المغنيين، ما تجيب واحده زي بتاعه نيكولاس كيج. عندك حق، انا كنت رايحه اجيب فعلا اجيب واحده رزي، بس قالوا لي مفيش اكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي، كل حاجه بلدي، كلامك، اصحابك، السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت احسن شويه. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما اتكلمش كتير. ما قلتليش عايزه كام فلوس؟ عايزه $5,000. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. بس 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 فرح 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 فرح. يلا العيال الصغيره بقى كلها تيجي، الاطفال اطفالنا الاوفياء يجوا. يلا يلا ثروه بلدنا اهلا بيكم. يلا نبطل فرق بقى. لا لا عيب، نبطل فرق ونهدى. انت مش قلت العيال الصغيره تيجي؟ يلا انت الزحلق، يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفه كبيره قوي عشان فكره الاراجوز. كمان سقفه كبيره. صحيح، ثانية واحدة، ده مين صاحب العيد ميلاد؟ اهو تعالى 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 تعال. اهلا 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 اهلا. اسمك ايه؟ اسماعيل. اسماعيل، اسماعيل ايه؟ احمد محمود الجدي. اسماعيل احمد محمود الجدي، اهلا وسهلا. بقى عندك كام سنة يا اسماعيل؟ سانك. سانك هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالالماني يعني 8. 8 ده عنده 8؟ لا عندي 5. 5 سنين؟ اه 5 سنين. طب وايه احساسك بقى يا سمعه وانت بقى عندك 5 سنين؟ يعني اكل لوحدي وبعمل الحاجات دي. بتاكل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه؟ ايه الحاجات اللي يعني باكل لوحدي. بتاكل لوحدك، تمام حلو. طيب يلا بقى ايه نغني لسمعه هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. ايه ده عبيط؟ عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعه؟ عبيط ده انا كان في فرصه غير تورته. من غير تورته؟ تورته. طب ايه نجيب له تورته يعني ولا ايه؟ ناصح ناصح. طب نغني ايه يا سمعه؟ فرتكه 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 فرتكه. طب يلا فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. يلا يلا يا سمعه يلا اروح العب بقى. ماشي روح العب. ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكه ايه؟ يلا خدي بقى. هاي عليكم يا اولاد. هاي يا ترى فين لوز الأراجوز؟ اطلع يا لوز يا أراجوز يا عبيط. اطلع يا لوز يا عبيط. اهلا وسهلا بأطفالنا الحلوين، دلوقتي هنلعب. ما تستعجل شوية، ما هو الأراجوز اللي بيكلم كده. دلوقتي هنلعب ألعاب جميلة، بس لازم أنده للمساعدة بتاعتي يا عبلة. يا عبلة اهلا 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 يا اولاد، ما تلم نفسك شويه يا لوز يا اراجوز. ما انت اللي بداتي يا عبلة يا هبلة. لازم تلم نفسك عشان ما خليش ليلتك نكد عليك وعلى دماغك. ما بقتش تفرق معايا ما دام اصطبحت بوش العقربه البومه الشريره خالتك صباح. طب وحياة أمك لا قلتها عشان تأمرزك. وتأمرزني ليه؟ عشان بقالك 3 سنين مبلط في أمها. مبلط في أمها؟ هي قالت مبلط في أمها؟ تلت. آخرنا 10 minutes.
انا مش بقدر استحمل الاعزيه دي، بتبقى كئيبه قوي. اصلا مش عارفه بقول ايه دلوقتي، بقيه في حياتك شدي حيلك something like that. ايه يا بنتي الكلام القديم ده، كل الناس بتقول البقاء لله. اوكي اوكي، فين بيكو؟ هي هير شي از. بيكو حبيبتي البقاء لله. بصي يا حبيبتي هديك البقاء. بليز اوعي تتضايقي. الحمد لله انا احسن كتير. برافو عليكي، شيلي كل النيجاتيف انرجي اللي حواليكي عشان تريحي روحك وروح مامتك الله يرحمها. كانت تعبانه قوي في الاخر بس الحمد لله استريحت. برافو عليكي، خليكي كده بوزيتيف، حتى لما تفتكريها افتكري لها الحاجات الحلوه. فاكره لما كانت بتيجي توصلك للمدرسه الصبح؟ انت عارفه يا سو كلنا كنا بنيجي بالدرايفرز الا ماما بيكو كانت بتصمم تسوق في البرد عشان توصلك. سو سويت. فاكره كانت بتدخلنا كلنا كلاسز وبعدين تستنيكي كده عند السور وتشاور لك. فاكره؟ شي سو كيوت. لا كانت فظيعه، انت مش فاهمه العمليه اللي عملتيها. زايده. ايوه زايده. فاكره؟ لا يا بيكو انت مش فاكره، انت كنت بينج، انا كنت واقفه معاها بره. انت مش فاهمه الست كانت منهاره. ايوه كانت عماله تقول لنا انتوا عارفين مين اللي جوه؟ بيكو اللي جوه، حته مني اللي جوه، كان ناقص نجيب لها اوضه جنبك. خلاص وخطوبتها انت ازاي نسيتي؟ اوف ازاي نسيت؟ نيلي بليز ستوب ات. خلاص. لا يا بيكو ده احلى موقف في العالم، الست كانت خلاص على اخرها في المستشفى وصممت تيجي على عكاكيز عشان تشوفك في القاعه وتعمل لك سربرايز. بس يا خساره هي مش هتلحق تشوفك وانتي عروسة. خلاص بقى حرام عليكم بقى. يا حرام. حرام فعلا. She's not strong enough عشان تستوعب الموقف. ايه هاني في ايه؟ حرام عليك انا مش عارفه اشوف رجلي بالبتاع دي. في ايه؟ ما خدتش بالي. خبطتني على فكره. خلاص الراس بعيد عني. طب ركز بقى شويه ركز. الله يا حبايبي يا حلوين، يلا انت يا صغير طلعت بره يلا. اه مش قادره اتنفس يا هاني، ما توقف الكراسي دي حرام عليك انا مش قادره اتنفس. يلا حبايبي. انت ليلتك سودة وحياة عمري ما انا سايباك، انت جننتي ولا ايه؟ الله انت بتضربني؟ حرام عليك اللي قاعدة مستحملة بالبتاع الزفت ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتضربيني بالكرسي؟ انت كمان غبي يا هاني. انت ليلة اهلك سودة النهاردة. بنت حرام عليك يا جنين اطلع بره. لا ما حدش يطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. انتوا غريب المجانين اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. شادي هاو دو اي لوك؟ يو لوك جريت. هاي شادي. هاي. هاي ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا شادي؟ تمام. هو انتوا جايين مع بعض ولا انت لقيتها على السلم؟ لا احنا جايين مع بعض. هو انت ما تعرفيش ان احنا اتصاحبنا ولا ايه؟ وان شاء الله خطوبتنا قريب قوي، اكيد هنعزمكم. ايه ده مبروك. I'm so happy for you guys. Thank you so. You're welcome. Oh. Bye Pico. اثبتي يا شوش. اثبتي. انا انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ايه اتجننتي؟ بتضربيني بالكرسي؟ مفكره نفسك بتتخانقي في خماره ولا انت امير قراره ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت اللي كنت جوه الدبدوب؟ ما خدتش بالي. وحياه خالتك؟ ايه؟ بنت انت بنت؟ إيه؟ واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا؟ راعي يا ماما ان انا عيل غبي، يعني ممكن في مره اديكي ضربه موتك. نعم يا اخويا، هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقص لك؟ هتمد ايدك همد ايدي. والنبي. اه. طب تعالي بقى، تعالي اوريكي مد الايد، تعالي. اطلعي بره يا جبانه. مش طالعه. اطلعي يا جبانه. انت برتقاله ولا سحلفه ولا ايه؟ ما اطلعي. مش طالعه. ماشي يا شوش. انا مش همد ايدي تاني يا شوش. تمام؟ انا همد رجلي بعد كده. همد رجلي. انت بتضرب يلا عشان اشحن وحياة امي. طب بص هتعملي ايه؟ اصبر عليا. اوه بس خلاص كفايه هتقلب بجد على فكره. بس
يلا اتنقلي اركبي عشان اوصلك. اسفه، لازم تعتذر لي الاول. يا جبانه، ده انت اللي ضرباني ومهزاني قدام الناس، اعتذر لك ازاي؟ انت برضك اهنتني قدام الناس، تعتذر لي الاول؟ طب اتمسي يا شوشو احسن لك. متاسفه، كرامتي فوق كل شيء، لازم تعتذر لي الاول لانك اهنتني وبهدلتني قدام الناس، وانا مش هسامحك. ودلوقتي كمان بتضربني في بطني. ليه بتضربني في بطني؟ مش هسامحك يا هاني. هاني 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 تعالى، ما حصلش حاجه. هاني تعالى. هاني مشيت ليه؟ كان لازم امشي طبعا عشان ما اقعدش اتفرج عليهم. البتاعة دي كانت هتقعد تغيظ فيا بجد. زفتة وهو حيوان، لايقين على بعض قوي. سو، هو انت لسه قاعدة عندك بتعملي ايه؟ لما انا امشي انت تمشي. يلا قومي. والاقولك خليكي خليكي خليكي، ابعتيلي دلوقتي حالا ريبورت على واتساب، قوليلي بيعملوا ايه، صوريهم لي على الموبايل. باي. حسابك كم يا حج؟ 175 قرش. حاضر. انا غبية عشان انا اتدلقت عليه. انا بجد غبية غبية. عايزة في السحب تتفصل زي دي يا جماعة؟ حد يلحقني. Oh my God, no way! No way! No way! بابي الحقني، أنا خبطت برتقالة من العربية. لا، I guess مصرة.